ما بعرف، بس أنا خايفة كتير بوشكر، أعصابي كتير متوترة. أكيد السيد جاي والي هلأ بيكون صار عنده علم بكل شيء. يا ترى شو بيكون صار مع أخواتي باني ورانو هلأ؟ بوشكر، شو رح يعمل السيد جاي والي إذا عرف بأنه نحن صرنا هون وبهذا الأوتيل؟ اللي شو ممكن يصير؟ ما بعرف بيا، بس أنت ما في داعي تخافي، أنت مو لحالك هلأ، دائماً رح كون جنبك. يلا. أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. لو سمحتي بدنا غرفة لشخصين. اسم حضرتك؟ أعطيني الورقة، أنا رح أعبي البيانات. يا جماعة، الدافع الرئيسي اللي خلاني أعقد هالمؤتمر هو توضيح سوء التفاهم الكبير اللي صار بخصوص عرسي، وبالنسبة للي انتشر بالصحف اليومية والمجلات بخصوص هالموضوع هو سوء تفاهم. أنا ومرتي باني تعرفنا أنا وياها على بعض من زمان كتير، نحن ثنائي كتير متفاهم ومنحب بعض كتير كمان. اي نعم، انا بحبها لباني، بحبها كتير، ومشان هيك انا قررت اتزوج لها. سيد جاي والي، ممكن تحكي لنا شوي عن الانسة بيا؟ لانه نحن سمعنا بانه هي شو ما كان اللي سمعته، فباكد لك انه هو غلط. بيا سافرت من هون مشان تروح تكمل دراستها، وبكل الاحوال ما في اي علاقة بيني وبينها. أنا في عندي باني وما عندي حدا غيره. في أسئلة تانية؟ سيد جاي والي، اللي انشع مؤخرا هو إنه الأنسة بيا رفضت الزواج منك بيوم المراسم، ومشان هيك أنت قررت تتزوج من باني. يعني هالشي صار مشان تتجنبوا الفضيحة، ولا كنتم مخططين لهالشي من قبل؟ ممكن تشرح لنا هالنقطة؟ طبعا بشرح لك. شكرا. اسمع، كل شي أنا رح أقلك إياه هو الحقيقة. أنا بعت بيا برات البلد مشان تدرس، وفي نقطة مهمة لازم تنتبهوا عليها، وهي إنه بيا أصغر من باني بكتير. بعدين أنا فيني أتفاهم مع باني أكتر من أي وحدة تانية بالدنيا. في درجة كبيرة من التفاهم والوعي بيني وبين مرتي باني، وكمان نحن منحب بعض بطريقة مجنونة، مشان هيك نحن تزوجنا. مزبوط باني؟ حضرات الصحفيين، إذا بتطلعوا على باني شوي فما رح تشوفوا إنه هي بنت حلوة وبس، لا، رح تشوفوا كمان إنه هي بنت لطيفة وبريئة كتير. لهيك أنا قررت أتزوجها لحتى تكون شريكة عمري وتضل معي دائما. سيد جاي والي، أنت بمجال الأعمال أخذت كل شي كنت تحلم فيه؟ بأكد لك إني كمان بالزواج أخذت كل شي، خصوصا لما قدرت لاقي وحدة مثل باني وتصير مرتي.